ونرجع تاني لامراض اللي ملهاش علاج. يعني انا في الايام اللي فاتت جاني مرضى امراض جلديه مش عارف، يعني اقسم بالله عمري ما شفت الامراض دي في حياتي ولا موجوده في اي مرجع. يعني انا عندي كل مراجع الطب، يعني انا كل فلوس رايح على مراجع الطب. يعني اخر كتاب مشتريه بتاع الام ار سي بي ب 5000 استرليني، ومع ذلك ما شفتش الصور دي. لكن في مرضى ربنا يعني يتولاه. طبعا لما بيجونا العياده بيجدوا علاج ان شاء الله. اي مرض يخطر على بالك ليس له علاج، له علاج عندنا. السبب بسيط جدا، احنا ما بنعالجش الجلد بحاجات من بره، احنا بنعالج الجلد بايه؟ بحاجات من جوه. ليه حاجات من جوه؟ لان اصل مشاكل الجلديه جوه. اذا رايت اي مشكله في الجلد فابحث عن الكلى او القولون او الكبد او مشكله نفسيه. واحد بيهرش، عنده خراريج، عنده فقاقيع، مرض ذو الفقاع، مرض مش عارف الايه، امبتيج، ومش عارف كل الامراض الجلديه اللي تخطر على بالك، لها سببين، سبب داخلي ها وسبب خارجي. السبب الداخلي ان هو المرض زي الصدفيه والبهاء. الصدفيه والبهاء ده جاي منين؟ من جوه الجسم. تيجي انت بقى تهرش تعمل، بتزود الايه؟ المصيبه. لكن اصل المرض منين؟ من جوه. يبقى اي مشكله في الجلد فكر في القولون او الكلى او الكبد او مشكله ايه؟ نفسيه. ساعات يجي لك مريض جلدي، الجلد ده بنعالجه من بره ومن جوه. من بره بنعالجه بمنقوع قشر ليمون في الخل، زيت زيتون وخل اعشاب، نص كوبايه زيت ونص كوبايه خل، بيدهن 3 مرات. ده على فكره بيعالج خشونه الجلد والتشقق والهرش والاكزيما والحبوب والاشف. في ناس جلدها مقشف كده، يعني يجي ستات او بنات جلدها مقشف، وده عيب 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 بنت او ست تبقى ايديها مقشفه او رجليها مقشفه. فده اسرع علاج ليها ايه؟ نص كوبايه زيت زيتون او زيت من البيت ونص كوبايه خل، وبقطنه، وتمسح جلدها 2-3 مرات كل يوم. واضح؟ عيب قوي ان يبقى جلدك كده مقشف. يعني نفس الكلام بالنسبه للايه؟ لحاجات ثانيه. في ناس عندها قرح في الجلد بنديها عسل وبروبليس، في ناس عندها اخطر من كده بنديها بقى ايه؟ حنه بقرض. الصبار، الصبار عرفنا الصبار، الصبار ده اسرع علاج للجلد. خدنا بقى اقوى مضاد حيوي اللي هو قرنفل وقرفه وراوندو والبندكر ومر، ده مطحون، نشرب المشروب بتاعه والراسب بتاعه دهان للجلد. يعني تشرب المشروب ده، انت بتاخد معلقه قرفه، معلقه قرنفل، معلقه راوند، معلقه لبندكر، معلقه مر، حلو، حطيتهم في الميه برطمان كده فيه 3-4 كوبايات ميه، بتاخد من البرطمان ده معلقه كل ساعتين، ده مضاد الفيروسات والبكتيريا. طب والراسب اللي تحت؟ اقوى دهان للجلد، تحط عليه عسل ولا حاجه. علاج الثعلبه، علاج الشعر المجعد، كل ده قدمته لحضراتكم. قدمنا اسرع دواء للمعده، علاج عصير الرمان، العرقسوس السخن، الراوند، مر بطارخ. الناس اللي عندها حموضه وارتجاع، ها، نص كوبايه ميه سخنه، عصير رمان طازج، عرقسوس سخن، ها، راوند زائد خل، واخر حاجه اللي هو مر بطارخ.